بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمشاهدات. اليوم عودة ولقاء جديد مع روح الطبيعة، اللي احنا الحقيقة يعني بنستمتع في وجود هذا الكم من المعجزات العلاجية الدوائية الأعشاب الطبية وفن الأعشاب الطبية أو العلاج بالأعشاب الطبية، وفن احنا توارثناه منذ الأجداد. والحقيقة يعني بيئة الأمراض زي ما احنا شايفين مليئة بأسرار الأعشاب الطبية ومليئة بالأسرار اللي تورثها الأجيال، وده اللي يخلينا نتكلم على عشبة طيبة ورائعة جدا. ويكفي أن أذكر لكم أن الطب النبوي وظف الكثير من النباتات الطبية لخدمة وصالح الإنسان وسلامته وصحته، منها النبتة اللي هكلمكم عليها بعد الفاصل، وهي التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في وصفه للجنة تربتها الزعفران. زي ما ذكرت لحضراتكم تربتها الجنة. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما وصف الجنة قال إن تربتها من الزعفران. الاختيار هذا الزعفران من المولى عز وجل لأنه مادة طيبة اللون، طيبة الرائحة، مادة ذكية جدا. هذا اللون الطوبي الأحمر الطوبي لون رائع الشكل، فهو لون مفرح. إذن ده بيعكس هذه المعجزة النبوية إن أهل الجنة يفرحون بلقاء الله وغفرانه في الجنة، فلذا بساط الجنة تربطها من الزعفران. يأتي العلم الحديث الآن ويثبت أن هذا الزعفران الذي أشار الرسول عليه الصلاة والسلام يحتوي على مواد مفرحة، مواد مضادة للاكتئاب، مواد تؤكد أن هذه الوصف اللي تربط الجنة وصف أيضا يعتمد على أساس علمي. الزعفران زي ما احنا شايفين هي نقدر نقول عليها مادة ما غلى ثمنه وخف وزنه. عشان ننتج كيلو من الزعفران يجب الحصول عليه من 100,000 زهرة. زراعة هكتار من الزعفران بيعطينا 4-5 كيلو من الزعفران. ده بيدي فكرة ليه هو غالي الثمن وليه هو عرضة للغش. أعتقد أن هو هذه الجزء الفعال هي المياسم أو الأعضاء التلقيح، بتغش بالزهرة الأقحوان أو تغش بشواشي الذرة بعد إضافة مادة ملونة، مادة زعفران ملونة ليها. إذن ده رسالة بوجهها لحضراتكم، الاحتراس من الزعفران. زعفران زي ما قلنا أنه منبه، نجد أنه مضاد للاكتئاب، اكتشاف جديد ومهم جدا، وهو اكتشاف ان هو بيأثر في حالات الخرف، في حالات الزهايمر، ايضا منبه، ايضا مفيد في حالات الطمس، ايضا بيأثر على القلب نفسه، بيهبط شويه ضربات القلب. اذا ممكن يستخدم في العلاج اسراع ضربات القلب، ده يفيدنا ويقول لنا ان زياده جرعته في نفس الوقت ممكن تقلل من ضربات القلب، ممكن تؤدي الى بعض الخمول وبعض التخدير. تحضيره مهم جدا، عشان الجرعة هنا مهمة، جرعة الزعفران مهمة في تحضيرها. يكفي ان انا اقول لحضراتكم ان احنا بس فقط نصف معلقة من الزعفران ويضاف اليه الماء الساخن. لاحظوا معايا حضراتكم بيتغير اللون فورا ان اللون الاصفر اللي بيعطي هذه العشبة اللون المميز الجميل. حتى الواحد لو مضغه بيغير لون اللعاب بيبقى اصفر، ولذا بيضاف للاكل، زعفران بيضاف للاكل. ايضا ممكن استخدامه في مشروب قوي جدا، لانه الحقيقه في اوروبا مقترن كمقوي جنسي ويزيد القدره الجنسيه كمنبه، وده خد شهرته من هذا المجال ايضا. اذا يمكن ايضا استخدامه لو احنا خدنا حوالي ربع معلقه من الزعفران واضيف الى الحليب وتم تقليه. طبعا الحليب اللي هو سبق غليه هيتغير لون الحليب الى اللون ايضا اللون الاصفر، واذا يمكن استخدامه كمشروب ايضا للزعفران. الزعفران هنا احب اقول لحضراتكم
ان هنحترس من زيادته، لان ممكن يؤدي الى الزياده الاسرافيه، ممكن له تاثير على السيدات الحوامل، فلا يفضل ان احنا نصرف في استخدام الحوامل. ايضا هو مهم جدا كاكتشافات حديثه ان هو انتي اوكسيدنت، مضاد الاكسده، له تاثيرات وعلاج للامراض السرطانيه، ودي من احد الاكتشافات المبشره لهذا الزعفران. يعني بمعنى وباختصار شديد، هي نبته طيبه، هي بساط يتمتع به اهل الجنه، هو طعام وبساط للجنه، وعد الله ورسوله المؤمنين بها يوم لقائي والفرحه بلقائي. واشكركم جدا، والى لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.